صدرا لترند بخلافهما، وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بينهما لتشب حرب أخرى بين المعلقين. لكن ها هي المياه تعود إلى مجاريها، ليتم الآن تداول فيديوهات تؤكد الصلح بين إسماعيل أوزدمير ونجله الشيف التركي الشهير بوراك، الذي نشبت بينهما مؤخرا عقبة اتهام الابن لوالده ببيع حقوق ملكية اسمه من دون معرفته مقابل 41 مليون دولار أمريكي لرجل أعمال أجنبي، حيث شارك رجل الأعمال اليمني حامد المقطري مقطع فيديو عبر إنستغرام يوثق لحظات الصلح بين شيف بوراك ووالده، حيث ظهر الثلاثي بعد إتمام المصالحة ويقول فيها المقطري: حبيبي بوراك ووالده الغالي، اليوم أصلحت بين الابن وأبيه وأسأل الله لهم التوفيق والنجاح. دعونا نشاهد فيديو الصلح معا. حبيبي بوراك ووالد الغالي، أسأل الله العظيم لكم التوفيق والنجاح يا رب. شكرا، الله يخليك حبايبي. حبيبي بوراك، اليوم أصلحت بين بوراك وأبوه. بوراك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله. حامد صديقنا من 10 سنين 15 سنين 13 سنة 18 سنة بوراك إسماعيل. يبدو مشاهدينا أن الحياة عادت إلى طبيعتها بين الشيف الأشهر ووالده، لذلك دعونا ننتقل لنرى تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو وعلى الصلح تحديدا عبر إنستغرام، ونبدأ بفهد والذي علق: من أجل أن تعود المياه لمجاريها لا تنشروا خصوصياتكم ومشاكلكم وفضايحكم على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا كان غلط بوراك من البداية، فضح والده. أما التعليق التالي مشاهدينا فقد كان لربا والتي علقت: الحمد لله الدنيا بعدها بخير، الله يديم المحبة بين بوراك ووالده ويبارك بهذا الرجل اليمني الطيب. أما التعليق الأخير مشاهدينا فقد كان لنجوى والتي علقت: أتوقع أنها كانت مسرحية بينهما من أجل جلب عدد أكبر من المشاهدات والتعليقات في اليوتيوب والفيسبوك وبالتالي الربح. وأنتم مشاهدينا ما رأيكم؟ هل كانت كما تقول نجوى مجرد مسرحية أم أنها فعلا خلاف وقد تم حله بنجاح؟